شو يسوي قايل لهم يجيبوا لي لارج اكس لارج ليش؟ يلا شو تسوي بعد؟ امرنا لله الشكوى لله قايل لهم لارج. شو يسوي؟ والله خربت المنظر علينا قسم بالله والله العظيم. ما ادري شلون ما ايش وضعك انت؟ ايوه متروش جايب السياره هنا حطها عند ليش يعني ليش؟ ما له دخل ما له دخل. والله العظيم يا دستور والله يا دستور من امس طايق صدري والله. ليش؟ الرحله تكنسلت. هي رحله تركيا؟ اي والله. شوف العود. ابي اروح مكان بارد. في مكان بارد. مكان بارد حلو. ابرد من المسبح. ابرد من المسبح. يعني تبي جاكيت؟ اي ابي شغل. تبي جاكيت؟ اي اي. خلها عليك. ومتى ذي؟ خلها عليك والله. تبي جورجيا؟ يلا مشينا. بتومي. يلا مشينا. يوك يا بتومي. ما يمدينا نط من فوق. وين؟ ذي اللي. وش اللي ذي؟ يتعلقون ينطون. اللي في البحر. اللي على البحر. الباراشوت. ما يمديني الباراشوت. بس نايم نبي مكان حلو. ابشر والله ابشر. علي علي ابشر. مضبط الوضع. تذكرني بالجوال هناك لا انسى. اي والله تحت وين حطيته؟ خلي الصدام. جدك انت تمزح انت. والله عشان ما يجي ماي داخل. سؤال. هل انت كمشهور تقدر تمارس حياتك نفس كل الناس؟ لا طبعا. اكيد طبعا لا. ليش؟ لو مثلا لو اني مو مشهور ما اضطريت احجز مثلا شاليه عشان بس اسبح كان شفتني مع الكل. طيب شو المشكله؟ ما في مشكله بس الواحد يبي يرتاح ما يبي شهره ما يبي اضواء ما يبي احد يصوره بس هذه يعني في خصوصيه. اي هنا خصوصيه الجراج مقفل خلاص بس هناك لا بيجيك واحد لو سمعت صوت معك تجي شوي نصور معك في المسبح يعني ما هي مضايقه لكن الواحد بعض الاحيان وده انه بخصوصيه. صحيح بس السنابة تعمل لها ألف لون خلاص ها؟ رسيت على لون؟ لا والله إلى الآن تقريبا يعني يمكن الله أعلم والله لحين أفكر بس أفكر يعني ممكن 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 ها في السناب الجاي أقرب لك أقرب لون اللي ممكن برتغالي مع أسود برتغالي مع اسود مو برتقال الحالة لا خايف مع تنكيهات كثيرة سودة بس هذا اللي اقدر اقول